سريعا إلى الصحة والكورونا، وما أعلنته وزارة الصحة أنه يمكن لكل من تخطى عاما من تلقي جرعتين من لقاح كورونا أن يأخذ جرعة تعزيزية من أي لقاح شرط، وليس شرطا من نفس اللقاح اللي هو تلقى. معنا على الهاتف دكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار السيد رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية. دكتور عوض مساء الخير. يعني جرعة أهلا بيك. جرعة دي جرعة إيه؟ تعزيزية ولا تنشيطية ولا يعني اشرح لنا ما هي الجرعة الثالثة اللي بنتكلم عنها؟ أستاذة لميس، التطعيم بتاع الكورونا يشابه كثيرا تطعيم الإنفلونزا الموسمية، تأثيره بيستمر من 6 إلى 9 شهور. والحد الأقصى ممكن يوصل في بعض الناس إلى سنة. يبقى إذن بعد التطعيم بسنة الإنسان محتاج إلى تطعيم آخر. لحد دلوقتي اللي طبق في التجارب الكلينيكية والسريرية في العالم إن حتى الطعوم التي كانت بتاخد قرعتين في المرة الأولى ممكن إعطاء التطعيم الثالث إذا سمي جرعة تعزيزية أو جرعة تنشيطية أو إعادة التطعيم، ممكن الإنسان يأخذ جرعة واحدة. فهنا بقى هنبدأ تاني في الأولويات، من الذي يستطيع أو المفروض يأخذ الجرعة الثالثة؟ اللي خد التطعيم ومر عليه هذه المدة الزمنية البينية ومن الحالات اللي هي أكثر عرضة للإصابة اللي هم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والكوادر الطبية، في الحالة دي نبدأ بيهم في إعطائهم هذا التطعيم الجديد أو الجرعة الثالثة من التطعيم. بس سنة ده كتير يا دكتور، طبقا للي حضرتك قلته من 6 أشهر لـ9 أشهر، يبقى انه هذا التطعيم بيحصن بهذه النسب من 6 أشهر لـ9 أشهر، فانا لما استنى سنة انا عندي ريسك كبير. ليه ما نقولش مثلا في دول كتيرة بعد 6 أشهر قررت تدي الجرعة التنشيطية او التعزيزية؟ انا هقول لحضرتك بأمانة شديدة، احنا هندرس الموقف علميا وفنيا والتجارب الاخرى اللي تمت وانواع اللقاحات اللي تمت معاها، ويعني بعد ما تدرس في فتره قصيره جدا هنتكلم مع وزاره الصحه في الفتره البينيه اللي المفروض تتاخد ما بين الجرعات السابقه والجرعه الجديده. ميكسينج فاكسينز ده بقى في العالم كله طول النهار بقرا ابحاث وتقارير على هاو تو ميكس فاكسينز، ازاي بتعمل ميكسينج فاكسينز مع بعض. هل ده ميكسينج فاكسينز يا دكتور؟ هل ده خليط بين الفاكسين؟ كلمه ميكسينج يعني خلط. هل ده هو ده المقصود بيها؟ لا يا فندم، المقصود بيها استاذه لميس افرضي واحد خد طعم او لقاح من اكس، كان الكلام قبل كده ان لازم الجرعه الثانيه بعد 3 أسابيع او المده البينيه المحدده يكون من نفس التطعيم. دلوقتي في ناس عملت تجارب كلينيكيه وقالت لك لو خد جرعه من تطعيم ثاني ممكن ما فيش اي مشكله، وفي ناس قالت في بعض الابحاث ان يمكن لو خد مره من النوع ده ومن النوع الثاني يكون الاجسام المناعيه اكثر في بعض انواع اللقاحات. هو ده المقصود بكلمه ميكسنج. فكل الواحد ياخد تطعيم من نفس النوع ماشي، لو حكمت الظروف ياخد تطعيم من نوع تاني ماشي، وهكذا ما فيهاش اي مشكله حبيبي، لانه في الاخر بيدي نوع من المناعه ضد الفيروس اللي احنا كلنا بنحاول نعمل نوع من المناعه ضده اللي هو فيروس كورونا المستجد. طب يا دكتور، يعني دلوقتي هل بصراحة عندنا لقاحات تكفي ان انا ابتدي ادي جرعة تعزيزية؟ يعني انا لسه احنا عندنا يا فندم، احنا سيادتك الحمد لله النهارده كان في مؤتمر الصبح بنناقش هذه الموضوع، وانا قلت لهم والناس كلها اقرت بهذا ان الحقيقه الملحمه المصريه برعايه السيد رئيس الجمهوريه في توفير اللقاحات ومن مصادر متعدده في ظروف العالم كان بيعاني من نقص هذه اللقاحات، وايضا الاتفاق على تصنيع احد هذه اللقاحات محليا، الحقيقه انجز كميه كبيره جدا من اللقاحات. بنهاية الشهر ده أو أول الشهر الجاي عندنا 60 مليون جرعة لقاحات تكفي للمطلوب، سواء لتلقيح اللي ما خدوش تلقيح لحد دلوقتي أو البدء في تلقيح جرعة ثالثة لمجموعات ثانية. إحنا طعمنا كام لحد دلوقتي يا دكتور؟ إحنا قربنا جدا من
17 18 مليون. ما هو ده برضو قليل، لان احنا كنا عندنا امل انه بنهاية هذا العام يعني نهاية ديسمبر واحنا هو في نص اكتوبر ان نطعم 40 مليون مواطن. اعتقد يا استاذ لميس ان شاء الله هنصل الى هذا الرقم. طيب بس هل عارفة ليه حضرتك؟ ليه بقى ازاي؟ الحمد لله حاليا في يعني تعليمات صارمة بان بعد فترة التعامل في الاماكن الحكومية والعاملين في هذه الاماكن لابد ان يكونوا واخدين تطعيم. طبعا سيادتك عرفتي ان كل الفئات التعليميه سواء الجامعيه وما قبل الجامعيه كلها خدت تطعيم. ايضا سيادتك الحقيقه من الملاحظ جدا ان هناك اقبال شديد جدا عكس المراحل الاولى من المواطنين على البحث او تلقي اللقاح. منافذ التلقيح كترت قوي، وصلت 1100 و1200. كل الجامعات عندها مراكز تلقيح، مراكز الشباب، منافذ وزارة الصحة والسكان، منافذ المستشفيات الجامعية. حضرتك الإقبال بقى واضح جدا جدا على السعي للحصول على اللقاحات سواء الجرعة الأولى أو الثانية. كان في دراسة وكلام إنه هنبدأ في تطعيم الأطفال أو اللي هم على الأقل في المرحلة الثانوية اللي هم أقل من 18 سنة، من 12 ل 18. هل هنبدأ في ده قريبا يا دكتور؟ هنبدا الاول بالفئات الطلاب الجامعات اللي هم اقل من 18 سنه بانواع اللقاحات التي اجيزت بالتسجيل العاجل او السريع انه ممكن ياخذوا تلقيح. ثم بعد ذلك اللقاحات التي اجيزت او تم تجربتها اكلينيكيا سريريا انها ممكن تتاخذ لاقل من 18، ما بين 12 و18 سنه، هيتم تطعيم هؤلاء الطلاب. الاول طلاب الجامعات اللي اقل من 18، وبعدين نبدا مثلا بطلاب الثانويه العامه ثم ثانيه ثانوي وهكذا. وحضرتك بتقول اللي تم اجازتها، حضرتك تقصد زي ايه مثلا من اللقاحات؟ لان مش كل اللقاحات يا استاذه لميس سجلت او اجيزت انها تستخدم لاقل من 18 سنه. صحيح. فزي فأول مثلا اول لقاح ما بيجي عليه ابروفل او موافقه علميه وفنيه حتى لو بتسجيل عاجل ان ممكن تستخدم لاقل من 18 سنه هنبدا نستخدمها. فمثلا ده زي فايزر مثلا تم اجازته، مسموح بيه دلوقتي اقل من 18. اقل من 18. هل في لقاحات ثانيه مسموح بيها اقل من 18 سنه؟ في لقاحات تحت التجارب، عندما تعلن والاف دي اي توافق عليه والاتحاد الاوروبي يوافق عليه والمنتجين يوافقوا عليه هنبدا نستخدمه ان شاء الله. هل ده معناه حضرتك بتقول في اول الكلام احنا لسه مكملين شويه، يعني شكلنا كده يعني لسه هناخد، واضح ان كورونا مكمله معانا شويه، هل توقعك ان احنا هنفضل ناخد هذه الفاكسينات؟ هل ممكن تؤثر على مناعه الجسم؟ كل الـ يعني التجارب الاكلينيكيه والمشاهدات العلميه بتقول ان بعد فتره هذا الفيروس اللي هو كورونا المستجد اللي مسمينه كوفيد 19 هيبقى حاجة انديميك موجودة في العالم، ومشى كذا الانفلونزا الموسمية ما هي انديميك كده حضرتك. يعني هي بدل ما هي وباء هتبقى مرض موجود. صحيح. أيضا تتخذ الإجراءات والاحتياطات ضده بما فيها احتمالية التطعيمات. أنا أشكر حضرتك إن حضرتك قلت هذه الجملة في بداية الكورونا اللي هي كانت من سنتين. أنا فاكرة كويس جدا إن حضرتك قلت نفس هذا الكلام، إن هو بياخد وقته واللي بيتحول إلى يعني مش بانديميك، ابيديميك بيتحول بقى خلاص مرض موجود معانا. الموجة الرابعة بقى كيف تراها، متصاعدة ولا انكسرت ولا وصلت للبلاتو ولا إيه يا دكتور؟ لا يا فندم، احنا لسه في مرحلة الدراع المتصاعد زي ما بيطلع لفوق، والدليل على ذلك الأعداد التي ترصد سواء على المستوى الرسمي أو اللي احنا بنشوفها خارج هذا الإطار بتتزايد. وزي ما قلت حاجة قبل كده، عندما نصل إلى حد من الثبات لعدد الحالات في عدة أيام متتالية ثم تبدأ الحالات في الانخفاض نقدر نقول إن احنا عدينا الموجة الرابعة. لسه قدامنا شوية أيام وان شاء الله ربنا يكرمنا، لكن الحاله المطمئنه يعني طبعا مع الاسف في حالات شديده وحالات يعني تم الوفاه فيها، لكن معظم الحالات الغالبيه العظمى بين 85 واكثر في المية حالات بسيطه وبيتم السيطره عليها وعلاجها في المنازل. والحمد لله الخبره الاكلينيكيه الطبيه وتوفر الادويه وتوفر وسائل التشخيص والمتابعه
بتحد من حدة وشدة هذا المرض. ويمكن لازم نقول للناس برضو يا دكتور إنه التطعيمات لا تمنع إصابة الكورونا، ولكن على الأقل بتقلل من نسب دخول المستشفيات ونسب حدة المرض. هذا كلام صحيح 100%، وعلشان كده بقول دايما وبقول لحضرتك وحضرتك بتقولي هذا برضو، الجزء الوقائي والاحترازي واستخدام وسائل التباعد والنظافة واستخدام الكمامات ما زالت تشكل جزء مهم في مقاومة هذا الفيروس. التطعيمات أو اللقاحات سواء هذا الفيروس أو الفيروسات الأخرى بتقلل من شدة المرض، بتقلل من حدة الانتشار وعدده، وتقلل أكثر من الإصابات الشديدة والعنيفة، لكن لا تمنع الإصابة ولا تمنع المطعم أن يحمل الفيروس ويعدي الناس الثانية. شكرا، بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار السيد رئيس الجمهوريه للشؤون الصحيه والوقايه. زي كمان الانفلونزا، هو انت لو اتطعمت بالانفلونزا مش هتجيلك انفلونزا؟ هتجيلك انفلونزا، بس هتجيلك انفلونزا اقل واضعف قليل كثيرا من فكره ان انت تجيلك انفلونزا قد تصل لنزله شعبيه او لالتهاب رئوي. الكورونا نفس الشيء، فعشان كده التطعيم التطعيم التطعيم. فانا بلاقي ناس كثيره بتقول الله الحق فلان جاله كورونا رغم انه متطعم نوعين، واخد مثلا مش عارفه ساينوفارم، واخد بعديه جونسون او وات ايفر. يا جماعه تاني، او واخد جونسون او واخد فايزر وجات له كورونا، فبلاش بقى نتطعم، احنا يقعدوا بقى يلعبوا في اجسامنا ويعملوا فينا حاجات. لا، التطعيم هو الشيء الوحيد اللي يمكن ان هو يحميك من دخول المستشفى. وهتلاقوا ان كل الحالات الحرجه اللي احنا نعرفها دلوقتي هي حالات لم تحصل على التطعيم. كل الحالات الحرجة اللي حوالينا لم تحصل على التطعيم. كل الحالات المايلد أو المتوسطة اللي حوالينا برضو هي حالات اتطعمت لكن أصيبت بالكورونا. إذن الدراسة في أنه يا ترى هيبقى بعد سنة الجرعة التعزيزية ولا أقل من سنة، دكتور عوض بيقول أن احنا هندرس ده مع وزارة الصحة، لأن العالم كله بيتكلم على 6 أشهر. طب مثلا ممكن يبقوا 9، بس سنة ده كتير شوية. نخرج فاصل، وبعد الفاصل نتكلم عن نناقش ما يحدث في جماعة الإخوان التي يتصارع يعني القائمون عليها، ليس فقط على السلطة التي ذهبت، ولكن على السلطة داخل الجماعة وعلى الأموال داخل الجماعة.